لا انا اللي هتصرف، انت اتصرفت كتير يا عبد. خلاص يا عيد، مش عيد ولا سلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. بص بقى، احنا داخلين من الشارع على عندك على طول، ها؟ لا عايزين نلفلف ولا نروح ولا نيجي. هتدينا سعر كويس هنشتري من عندك يا حاج. انت لسه جايين من المحل اللي جنبي على طول. اتفضلوا اتفضلوا، شرف المحل. يلا يلا. ما هي احلى حاجات اللي شفناها عنده في الاول يا عبده. ما كمل اول يا عايده، بدل اللي حصل لنا ده. كنا بناخد فكره. احنا خدنا فكره برضو؟ ده احنا خدنا على دماغنا انهم ما اتجوزوا. معلش يا طارق يا ابني، انا تعبان على الاخر. حد يقول كده برضو؟ والله يا انكل ده يوم جميل جدا، كفايه ان احنا مع بعض. جميل؟ انت بتجاملها ولا ايه؟ بقول لك يا عايده، اعملي حسابك انا مش هنزل معاكوا تاني خالص. تبي تاخدي بقى طارق وزينه؟ ما هو كل قرش هنوفره هينفع في الجهاز. قلت لك انا مش هنزل معاكوا تاني. خلاص مش عايزك تاني، انا بعد كده ما عنديش غير الرفايع. ولا رفايع ولا تخاين. تخاين؟ والله يا بابا انا اسفل تعبك جدا. يا حبيبتي ده انت تعبك راحه، ده انا الف معاك الدنيا في حالها. انا بغرزها. ايه ده ايه ده اللسان اللي بينقط عسل ده؟ اشمعنى معايا انا بتنغاز؟ عايده انت عارفه مين اللي مستنيني في البيت وورايا ايه؟ طب اعتبرني زيهم، اسمعني صالحني. عايده عبد الحميد. لا 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 لا، اهدوا اهدوا، احنا في الشارع. صلوا على النبي يا جماعه. الله والسلام. بقول لك ايه، صاحب المحل واقف اهو. بصراحة مكسوف منه، مش عارف اقول له ايه. قول له سلام عليكم. والله؟ اه. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حاج، اتفضل. بص احنا جايين علشان ناخد بقى منك أوضة النوم والسفرة اللي هما نقوهم. وأنا تحت أمركم يا حاج. بس ظبط السعر. صلي على النبي. السلام. أنا قلت لكم من الأول هتلفوا وهترجعوا لي تاني. عاوزين تستلموا إمتى؟ قبل ما نستلم عايزين نتفق على السعر الأول. مش هنختلف. انا هريحك خالص يا حاج عشان انت راجل محترم. والله انت اللي راجل محترم. ربنا يخليك يا حاج. انتوا لقيتوا الانتريه الاول؟ لا لسه. طيب خشوا نقوا الانتريه الاول عشان انتوا لو خدتوا الثلاثه هعرف اكرمكم في السعر. طيب صح. يلا يلا خشوا يا اولاد، نقوا بقى اللي انتوا عايزينه وتعالوا قولوا لنا. بس الاول انتوا عاوزين الانتريه عادي ولا على حرف ال؟ لا احنا بس هنجيب الانتريه حرف ال اللي هجيبه مع الليفينج. طيب خلاص خشوا ونقوا واستقروا، وانا والحاج هنتفق على كل حاجه. يلا يا ولاد يلا. تعالى يا زين اتفضل. تعالى مش معاهم يا عادي. لا لا انا هستنى هنا. عايده هو هيضحك عليك في السنه. انتوا فين؟ الله يكون في عونك. اديك شايفه. ما انا عندي ست كل مراتي في البيت زيها بالظبط. لا يا شيخ. اه والله العظيم. انت عارف انا كلمتي بتمشي هنا على 50 صنايعي. ما هو باين. اه والله. ولا في البيت بقى ما بيمشوا كلهم على العجين الا ست الكل. اه والله. اصل انا لو ما مشيتش اللي في دماغها يا لهوي ده هتعمل لي جنان. الله يكون فوق. بس انا ست الكل بتاعها طيبه بصراحه. ما احنا كلنا بنقول كده على ست الكل. هو انت ليه بقى تحسبوا لي بكام ان شاء الله؟ والله ما هنختلف، ده احنا متفقين في كل حاجه يا راجل. اه والله شكلنا كده. خير؟ خير يا عايده ان شاء الله خير. اتفقتوا؟ اه كله تمام ان شاء الله هنتفق. انتوا نقيتوا الانتريه؟ اه بس هناخده خشب من غير قماش، اصل اللي انت يعني بتقوله ده ما ينفعش خالص، احنا اصلا مش عاجبنا الحاجه وجايين غصب عننا. طيبه. مين دي؟ دي الحاجه والدته.